متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم. كما لاحظنا تشكلت سحب ركامية رعدية اليوم في أجزاء مختلفة من جبال غرب وجنوب غرب المملكة، عملت بحمد الله على هطول أمطار رعدية كان بعض منها غزير، وجرت بها الأودية وتشكلت السيول في بعض مناطق المملكة، حتى أن هذه الأمطار كانت متوقعة عبر نماذج التنبؤات الحاسوبية التي أشارت إلى وجود أمطار في مناطق مختلفة من جنوب غرب المملكة وصولا إلى حتى مرتفعات مكة المكرمة، وامتدت شرقا إلى بعض المناطق القريبة من القصيم وحائل. خلال ساعات هذه الليلة تتراجع فرص الأمطار كما هو معتاد، تصبح فقط عشوائية وفي مناطق ضيقة وقليلة خلال ساعات الليل، وذلك لأن حالة عدم استقرار الجو تنشط في ساعات النهار بالعادة. صباح يوم غد الأربعاء بمشيئة الله تعالى يتوقع أن تسود أجواء مستقرة في مختلف مناطق المملكة، إلا أن هناك نشاط للرياح السطحية متوقع في المنطقة الشمالية من المملكة، تحديدا المناطق الشمالية والشمالية الغربية وتلك الواقعة على الحدود الأردنية السعودية ومناطق من قريبة من الجوف والقريات، حيث تتوقع أن تهب رياح شرقية إلى جنوبية شرقية، تكون هناك نشطة السرعة ومثيرة للغبار ومحدثة موجات غبارية في تلك المناطق. أما غدا نهارا يوم غدا الأربعاء يتوقع أن تعاود هطول الأمطار بمشيئة الله تعالى فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية، تشمل مرتفعات عسير وأبها والباحة وصول حتى مرتفعات الطائف، وربما تصل مرة أخرى إلى بعض مرتفعات مكة المكرمة. هذه الأمطار طبعا كالعادة هي أمطار تكون على شكل زخات رعدية، لا يستبعد أن تكون غزيرة أحيانا وتتسبب بجريان الأودية وتشكل السيول في تلك المناطق بمشيئة الله تعالى. باقي مناطق المملكة تكون بها الأجواء شبه مستقرة أو مستقرة في أغلب المناطق، ربما يكون هناك فرصة لبعض الزخات الرعدية المحدودة من الأمطار في مناطق قريبة من حائل بشكل عام بمشيئة الله تعالى. على الجانب الآخر هناك مراقبة لبحر العرب. بحر العرب الذي يتميز في وقت في نهايات شهر مايو أيار شهر 5 الذي نحن به وشهر يونيو شهر حزيران ببدء اضطرابات مدارية تنشط أحيانا وتؤثر على شبه الجزيرة العربية. خلال الفترة القادمة نتوقع ونرصد حاليا اضطرابا مداريا في المنطقة القريبة من جزيرة سقطرى وجنوب الأراضي اليمنية، هناك اضطراب مداري ربما يتجه باتجاه جنوب الجزيرة العربية ليؤثر على أجزاء من دولتي أو منطقتي عمان واليمن، ولاحقا قد يدخل إلى المناطق القريبة من مضيق باب المندب وتلك المنطقة وبحر عدن وهذه المناطق وخليج عدن، مناطق قد تكون معرضة لتأثر هذا الاضطراب المداري وهو تحت المتابعة. وبالمناسبة هناك نشرة أخرى مفصلة له بشكل عام سنتابع به آخر المجريات، كما أن هناك اضطرابات مدارية قد تنشط في بدايات شهر يونيو تؤثر على الجزء الشرقي من بحر العرب بشكل عام وهي تجدر طبعا بالمتابعة. عودة إلى أجواء الرياض، هذه الليلة الأجواء تكون بوجه عام غالبا صافية، درجة حرارة 26 درجة مئوية، أجواء دافئة معتدلة في ساعات الليل، لا شيء يذكر هام يؤثر على أجواء الرياض هذه الليلة. الأجواء متوقع غدا في مناطق نبأها الشمال التي تحدثنا بأنها أجواء مغبرة بشكل عام، تكون في إسكاكا من 41 إلى 27، في عرارة من 36 إلى 26، تنشط الرياح في تبوك مع درجة حرارة 37 درجة مئوية في ساعات النهار. المناطق الغربية للمملكة في جدة أجواء حارة من 40 إلى 27، كذلك الأمر في المدينة المنورة، طقس حار بوجه عام 41 إلى 28 درجة مئوية، في مكة المكرمة 43 درجة مئوية درجة الحرارة العظمى والصغرى 30، هناك فرصة لامتداد بعض السحب كما ذكرنا الركامية الرعدية عصرا إلى مكة المكرمة مع فرصة لبعض الأمطار، يتكرر ذات الأمر في الطائف أمطار رعدية متوقعة كما حدث اليوم 32 إلى 21 درجة مئوية هي درجة الحرارة المتوقعة غدا في منطقة الطائف. جنوب غرب المملكة أيضا في أبها والباحة ومرتفعات عسير الفرص جيدة إن شاء الله غدا لتكرار هطول الأمطار الرعدية، في أبها من 33 إلى 17 وفي الباحة من 28 إلى 22 درجة مئوية، في جزاء من 34 إلى 32 درجة مئوية. مناطق الإحساء غدا 43 إلى 30 مع احتمال لبعض الغبار الخفيف، كذلك أمرهم في الدمام نتيجة نشاط بعض الرياح، درجة حرارة العظمى غدا 40 الصغرى 30 درجة مئوية وحفر رباط من 41 إلى 29، والأجواء إجمالا حارة في هذه المناطق. المناطق الوسطى بما فيها العاصمة الرياض غدا 40 إلى 27، كذلك أمر في القصيم من 40 إلى 26، وهناك فرصة محدودة لأمطار رعدية عصرا في حائل من 38 العظمى والصغرى 26 درجة مئوية. انتقالا إلى توقعات الأحوال الجوية خلال الأيام القادمة على العاصمة الرياض، الأجواء تبقى حارة للغاية خلال ثلاثة أيام القادمة من 40 إلى 27 نهارا، 41 إلى 28 الخميس والجمعة، من 42 إلى 29 تقريبا نفس مستويات درجات حرارة مع أجواء حارة نهارا دافئة في ساعات الليل. هذا كان كما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة، دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.